صفح أحد المعلمين تلميذا قائلا له: لماذا لم تكتب الدرس؟ فأجاب الطالب بهداوة: أستاذي، لم أقتنع بما قرأته. قال الأستاذ: ولماذا لم تقتنع؟ رد الطالب قائلا: لم ألتمس فحقيقة الكتاب. يقول: بلدي بلد غنية، وبيتنا من طين، ولبسي ومحفظتي وكل أدوات المدرسة، وحتى كتابي من الجمعية الخيرية. والكتاب يقول: بلدي بلد النفط، ولكن ليس لدينا غاز نطبخ عليه، ولا زلة نطبخ على الحطب. والكتاب يقول: بلدي بلد الخير، ولكن أني لم أرى الخير، بل أراه سافر مبتعدا في جيوب الآخرين. والكتاب يقول: بلدي بلد المهد والحضارة والبطولة، لماذا يبقى بلدي في المهد ولم يكبر؟ بناء وطني متساويا في الحقوق والواجبات، ولكن لم أخذ حقي كإنسان أو كمواطن من وطني. هذه البلد سيدي، أنا لا أحب أن أكتب على نفسي، لهذا لم أكتب واجبي يا أستاذ، ولم أقتنع بما قرأته. الطالب يعبر عن المواطن اليمني وما يسمع ويقرأ، عن البلد وما يعيشه في الواقع. الله يهلك من تسبب في خراب اليمن. قولوا آمين. لا تنسوا النشر واللايك، والسلام عليكم.